أبراكاساس أحيانا يكتب أبراساكاس، لا يعرف مصدر الكلمة، وربما جاءت من سحر القبالة اليهودي، لكنها كلمة بالغة الأهمية في عالم السحر الأسود. الصورة المعتادة له هي جسد إنسان ورأس ديك مع قدمين أقرب للثعابين التي تنتهي بعقارب، ويحمل درعا أو صوتا. قيل إنه من آلهة مصر القديمة الوثنية، وقيل إنه شيطان. فيما مضى كان الكتاب المسيحيون يجعلون الآلهة الوثنية مجرد شياطين. كتب عنه العالم النفسي كارل يونغ في كتاب شهير، ووصفه بأنه ملك العالم السفلي، وبأنه هو الشر الذي لا يمكن استيعابه بالعقل البشري. ويقال إن لفظة أبراكادابرا التي يستعملها السحرة مشتقة من اسم هذا الشيطان.